السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ان شاء الله النهاردة هنكمل الدرس الثاني الخاص بدورة علم وتعلم. اتمنى يا جماعة كل واحد عنده معلومة مهما كانت المعلومة بتاعته صغيرة يحاول يسجلها ويسجلها صوت وفيديو زي ما انا بعمل كده، لان الواحد عايز اقول من ساعة لما كان بيتعلم زمان، وطبعا احنا لسه متعلم لحد النهاردة، مفيش حد كبير على العلم. عايز اقول لما كنت مثلا بكون محتاج معلومة والمعلومة دي باجي ادور عليها، ممكن ادور مثلا في جوجل وادور على المعلومة والاقي المعلومة مكتوبة، بس احاول افهم المعلومة المكتوبة ممكن اوصل للحل بتاعها على طول. يعني ممكن اللي بيشرح شرح وافي، وممكن اللي بيشرح مش شارح شرح وافي. وحتى لو بدور على اليوتيوب برضو وكنت بشوف فيديو، ممكن الفيديو اللي قدامي يكون فيديو من غير صوت، زي ما تقول اللي بيسجل الفيديو مكسوف يتكلم ويسمع الناس صوت. ولكن اصبح ان احنا بنشوف فيديو وبنسمع صوت وبنشوف الايرور، يعني مثلا ممكن وانا شغال تظهر ايرور وانا بعمل الايرور دون، انت بتتعلم مني وانا بتعلم برضو، ان انا ظهرت ايرور بشوف الايرور دي ايه. انت بيكون موضوع الايرور ده حاجة جديدة عليك بتحاول ان انت تعرفها وتشوف اتحلت ازاي، وفي نفس الوقت كلنا بنفيد بعض. فاتمنى اي حد بيتفرج على اي فيديو يحاول يشرح المعلومة اللي عنده مهما كانت المعلومة اللي عندك صغيرة، كن على ثقة تماما ان في غيرك مش عنده المعلومة دي، لانه فوق كل ذي علم عليم. يعني ممكن تكون انت عندك معلومة، المعلومة دي مش عندي، ممكن اكون دايخ عليها وقاعد ادور عليها وفي نفس الوقت مش لاقيها لان المعلومة عندك وانت مش عايز تطلعها لي. فاتمنى كل واحد يكون عنده معلومة يحاول يسجل فيديو ويشرح، حتى لو كانت المعلومة دي بالنسبة لك صغيرة غيرك هيكون محتاجها. ان شاء الله النهاردة هنكمل الجزء الخاص بالتقرير اللي احنا شغالين عليه دون، وازاي نعمل في الجروب في التقرير بتاعنا جروب. طبعا احنا شرحنا في المرة اللي فاتت او الدرس الاول، شرحنا ازاي بنعمل كونكت على قاعدة البيانات، او ازاي بننشئ الجدول وبنحط فيه الداتا كتبناها كده مانوال بالايد، وازاي نعرضها في تقرير، وازاي بنفتح التقرير. وطبعا انا سايف التقرير باسم ريب شو اول يوزرز. عايز اقول حاجة لازم الناس تكون كلها منتبه لها، ان اي حاجة في البرمجة واحنا بنكتبها كل كلمة لازم تبدأ بحرف كابتل. يعني مثلا خلاص الريب دي معروفة اختصار لريبورت، لكن هنا شو اولها اس وبعد كده اول حرف الاي كابتل وبعد كده اليوزرز اول حرف كابتل. لو انا بصيت كده وعندي تقارير كتيرة في المشروع بتاعي هلاقي عندي طبعا بدور على التقارير فعارف التقارير مكانها فين. طبعا التقارير كلها بتبقى تحت بعض، عشان كده بدأت بار اي بي. لو انا بكتب بشتغل فورم اف ار ام وهكذا. طبعا اف ار ام اد يوزر اد كاتيجوري اد فون بوك اي حاجة من الحاجات دي، واحنا برضو بنعمل الابديت بنعمل برضو اف ار ام ابديت. فطبعا لما بشوف البروجكت بتاعي بعد ما انا بشتغل فترة طويلة، طول لما انا شغال ومنظم بقدر ارجع للحاجة بتاعتي سهلة جدا. طيب هنشوف ايه اللي احنا عايزين نضيفه النهاردة في الشغل بتاعنا. طبعا احنا المرة اللي فاتت واحنا بنشرح ما عملناش جروب وما عملناش اي حاجة علشان الدنيا تبقى سهلة معانا ويصبح التقرير بتاعنا سهل وبسيط ووافي. نفترض ان المدير بتاعي جه قال لي ان دلوقتي يا ماجد التقرير اللي انت ادهولي ده كويس جدا، بس انا في عندي مشكلة. قلت له ايه هي؟ قال لي ان احنا دلوقتي التقرير بتاعنا ده مش مترتب، عايز يرتب التقرير ده الفابيتيكال، يعني مثلا يبدأ A B C D وهكذا بالنسبة للمستخدمين. طبعا الموضوع سهل جدا وبسيط. بنيجي هنا للديزاين، ادي الديزاين بتاع التقرير بتاعي، وبنعمل هنا ريبورت وبنختار حاجة اسمها جروب اكسبورت نختارها. هو عايز يعمل الجروب او يرتب بايه؟ عايز يرتب بيوزر نيم بالاسم المستخدم، بحطها.
ظهر قدامي تحت هنا اوبشن نرجع كده تاني. الموضوع سهل جدا وبسيط، بس عايز نكون مركزين وعارفين احنا عايزين ايه. وواحدة واحدة، عايز اقول المعلومة اللي هي الصعبة بالنسبة لك النهاردة بكرة سهلة، وزي ما انت تتعلم النهاردة بكرة هتعلم، بس اهم حاجة تكون في عندك نية ان شاء الله. نختار هنا الجروب باي لليوزر نيم، بختار هنا الاوبشن، الاوبشن اللي عندي هنا ايه الكومون، ادي طبعا هنا اسم الحقل بتاعي، وهنا ان اسندنج اوردر او ديسندنج اوردر، طبعا هختارها اسندنج، يعني انا عايزها بالترتيب الابجدي A B C D وهكذا. اديله اوكي واديله هنا اوكي. نيجي هنا نشوف شكل التقرير بتاعنا، فعلا التقرير اتغير، ادي علي ومحمد وتامر، باسورد تامر، وادي طارق. طبعا هو هنا دي الجروب اللي هو قسمها. طبعا الجروب دي بتنفعني لما اكون شغال قاعدة بيانات فيها داتا كتير وفي حاجات كتيرة انا بدور عليها. طبعا لما بيكون مثلا بشتغل مثلا بكاتيجوري او مثلا بالادارات ديبارتمنتس، مثلا ادارة الحاسب الالي، ادارة الشؤون القانونية، ادارة المالية، الادارة المالية مثلا، كل حاجة لما انا برتبها عن طريق الكاتيجوري او الديبارتمنت بيجيب لي ايه كل الموظفين مثلا الموجودين جواها. دي طبعا ممكن نشتغل فيها واحدة واحدة، بس احنا ايه بنجرب الاول حاجة صغيرة. بوعدكم ان احنا ان شاء الله في الدروس اللي جاية او الدرس اللي جاي ممكن نعملها، نظبط بقى ازاي نعمل ريليشن بين كذا تيبل، بس مش عايزين نسبق الاحداث دلوقتي، خلينا ايه نتفرج على شكل التقرير. طبعا التقرير هنا اتعمل زي ما هو مطلوب، بس طبعا الديزاين بتاعه ما بقاش مظبوط. يعني ايه، انا عندي هنا الجروب دي انا مش محتاجها هنا، دي مش وقتها ان انا اتحط هنا. ايه اللي انا استفدته ان انا بعمل جروب بطارق او تامر او محمد او علي؟ مفيش. تاني حاجة، خلينا واحدة واحدة نيجي هنا. اول حاجة هشيل الجروب نيم، بس طبعا انا عندي الجروب بتاعي متحقق. نيجي دي كده ودي كده. طب اتفرج على شكل التقرير، جميل جدا التقرير بتاعنا مظبوط زي ما هو، مفيش اي حاجة مش مظبوطة. دي نقطة انا برضو كنت عايز اعمل هنا، دي اخليها وسط وسطانة. اوكي بريفيو، ماشي كويس. طيب هنا في حاجة خلينا نشوفها، لأن برضو في ناس بتيجي تقول علي بتقول لنا عليها، أنا كود المستخدم هنا أنا مش محتاجه، أنا محتاج هنا بعد ما عمل عندي يظهر هنا قدامي قال لي كود المستخدم أنا مش محتاجه، أنا عايزه مسلسل. يعني مسلسل طبعا لما نيجي نعمل مسلسل عايزين واحد واتنين وتلاتة وأربعة، الكلام ده جميل. طب نتعمل ازاي؟ دي سهلة ولا صعبة؟ طبعا الموضوع سهل جدا وبسيط. أول حاجة هنشيل الاي دي دي، احنا مش محتاجينها، وهنيجي هنا وهنكتب مسلسل، لان هو التقرير محتاج مننا. في حاجة هنا اسمها running total fills، يعني هنا بيديني التوتال اجمالي الحقول، يعني دي اي حاجة فيها اجمالي بيحسبها. لو انا نفترض حاطط المرتبات بتاعت الموظفين اقدر اجمعها، اجمعها كمبالغ واجمعها كعدد. طيب ازاي؟ نعمل كليك يمين وندوس عليها نيو، وبقول له هنا، هنا بيقول لي الريبورت في ايه اللي ظهر عندي دلوقتي. عندي ظاهر اليوزر نيم وعندي الباسورد، هختار اليوزر نيم بختاره هنا. الرننج توتال توتال نيم ظهر لي بار توتال زيرو، ده الاسم اللي هو ظهر بيه الفيلد عندي في ال الريبورت بتاعي. انا ممكن اعمله تي او تي، يعني توتال سيريال نمبر، انا هخليه كده. ولاحظ ان انا كل حاجه هنا عاملها كابتل، سيريال اس كابتل ونمبر ان كابتل. طيب لليوزر نيم، هل انا عايز هنا اجيب الماكسيموم، يعني عايز اجيب اعلى او اعلى رقم؟ لا، انا عايز اجيب، هل عايز اجيب كون؟ طبعا هنا خد بالك هنا مفيش صم يجمع، لان دون اوتو نمبر، يعني احنا مش محتاجين ان احنا هنجمعه. اسف، لان الحقل اللي انا جبته دون الحقل ده من نوع تكست مش من نوع نمبر. يعني ايه؟ خلينا النقطة دي مهمة جدا وجميلة بصراحة. طيب هدوس هنا كنسل،
طب لا لا هدوس هنا على ده ووديت الاي دي. بص هنا الاي دي اول لما حطيته اللي هو رقم من نوع انتجر، شفت الاوبشن اختلفت ازاي؟ في عندي صم، صم يعني يجمع، علشان ده من نوع انتجر يعني ده رقم، الرقم ممكن يتجمع 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 ممكن. يعني مثلا لو انا عندي اي دي رقم 1 والاي دي التاني بتاع المستخدم التاني رقم 2، ممكن اقول له اعمل لهم صم فراح جايب لي 3. لكن هل لو انا دلوقتي عندي اليوزر نيم بتاعي هنا ده نوع انتج نوع ان فار كار، هل ان فار كار ده هينفع اجمع يعني واحد اسمه محمد واحد اسمه احمد اقول له لا اجمعهم لي؟ لا طبعا طبعا. التقارير اللوجيك بتاعها عالي جدا، عايز ناس مركزة وعايزة ناس فاهمة وعايزة ناس فاهمة هي عايزة ايه علشان تقدر توصل للناتج اللي عايزاه، اما ممكن حاجة صغيرة زي كده في التقارير تدوخك عليها. ولازم نكون عارفين ان في جوه التقارير ان شاء الله لو وصلنا لها واستمرنا فيها في حاجات جوه التقارير بتحتاج ان انت تكتب كود. طبعا الكود اللي احنا بنقول عليه دون مش سهل ومش صعب، بس طبعا ده مش زي كود الدوت نت خالص او السي شارب، هو طبعا قريب منه لكن عايزه واحد محترف مش عايزه واحد عادي. ان شاء الله واحده واحده بنحاول نتعلم ونعلم ونفيد، ولو في معلومه عندنا هنقولها، وان شاء الله لو حتى حد سأل عليها او لو جت فرصه قدامنا ان احنا نقولها في خلال الشرح. طيب نشوف احنا كنا عايزين نعمل ايه هنا. اول حاجه انا عندي هنا اليوزر نيم، هقول له انا عايز اليوزر نيم ده اعمل له اللي هي التايب اوف سامري، عايز اعمل له ايه؟ عايز اعمل له كاونت. كاونت يعني يجمع اول مره رقم واحد وبعد كده في الريكورد وراه يبقى رقم 2 وفي الريكورد وراه يبقى 3 وريكورد وراه 4 وهكذا. فبيقول بيقول لي ايفالويت يعني التقييم فور اتش ريكورد، اه فور اتش ريكورد يعمل كاونت يعني الكل، يعني ادي عندي رقم واحد محمد احمد محمود علي، محمد ده يبقى رقم واحد. طب في رقم 2 الاسمين دول ياخدوا كام رقم؟ ياخدوا 2. طب في الثلاث اسماء ياخد رقم 3. خد بالك احنا قايلين ان ده من نوع ان فاركار يعني سترينج، السترينج يتعمل له كاونت لكن ما يتجمعش، ما يتعملوش صم سميشن، يتعمل له كاونت. وفي الرابع يبقى رقم 4. فبقول له هنا ايفالويت فور ايتش ريكورد، مش هقول اون تشينج اوف فيل، لا دي حاجه تانية خالص لو جت وقتها برضو هنقولها. فور هنا اون تشينج اوف فيلد، مثلا لو انا نفترض عايز مثلا عندي ستيتس بتاع عمال وعامل اكتف او مثلا مثلا اللي هو يعني اتند او ابسنت حاضر او غايب، ممكن اقدر اعملها بالحاجه دي او على حسب التقرير ما يطلب مني. طبعا هعملها فور ايتش ريكورد، طبعا اون تشينج اوف جروب اقدر اعملها، يعني انا مثلا عندي جروب كذا جروب زي ما احنا كنا عاملين كده، اقدر اخلي الخانه اللي قدام الجروب احط رقم قدام الجروب، اول مره الجروب الاول يدوه رقم واحد، الجروب الثاني يحط لي جنبه رقم 2 وهكذا. الدنيا سهله جدا وجميله والموضوع جميل جدا مش صعب. طيب يوز افورميولا، دي اللي انا بقول عليها اللي احنا مثلا بنخش هنا وندوس الفورميولا، هنا دخلنا في قصه ثانيه ودخلنا في كود وفانكشنز زي ما احنا شايفين قدامنا، الموضوع بتاعها في شغل جامد، الموضوع جميل جدا مش صعب. طيب فور اتش ريكورد وبعد كده بيقول يعمل ريسيت يعني يرجع تاني من الاول امتى؟ هل نيفر؟ يعني انا مش عايزه طبعا يرجع للديفولت تاني، انا عايزه يفضل شغال زي ما هو، وهقول له هنا ايه اوكي. طيب نجيب الحقل ده ونحطه هنا ونشيل ده، وبرضه نديله بولد وتوسيط ونعرض كده هل فعلا كلامنا مظبوط ولا في مشكلة. 1 2 3 4 شغل مظبوط وشغل تمام، ووصلنا اللي احنا عايزينه، عملنا فعلا في التقرير المرة دي عملنا موضوع ازاي نعمل جروب او نرتب عن طريق خانة، وازاي نرجع المسلسل بتاعنا نعمله 1 2 3 4، لان الموضوع ده كان فيه مشكلة
عند ناس كتير. وخلينا كده نجرب، لو احنا ضفنا هنا جوه الداتابيز ضفنا اسم بالعربي، هتشوف هيظهر بشكل عامل ازاي جوه التقرير، ولا هل هو هيظهر زي ما هو، ولا هل مثلا هيظهر على شكل علامات استفهام. هنشوف ويتوضح لنا الدنيا فيها ايه. هنكتب هنا مثلا اسم محمد شحات، ادي اسم ظهر قدامنا. ولو انا جيت هنا في التقرير بتاعي قلت له داتابيز فيريفاي داتابيز عشان انا كنت قافلها وعايز اشغلها تاني، فلازم هيقول لي كده هيتاكد ان الدنيا مظبوطه ولا لا. داتابيز از اب تو ديت، هنعمل كده او نقفلها دي خالص بريفيو، وهنيجي هنا ندوس F5. ظهر قدامي محمد وشحاته، ظهر التغيير قدامي مظبوط لحد النقطة اللي احنا فيها دي. كويس جدا. عايز اوضح نقطة هنا مهمة احب ان انا اوضحها لكم. لما انا بعمل كده select asterisk from users، ظهر لي هنا الاسماء. نقطة كده برضو اعرفها لكم، ممكن يكون ناس معايا مش عارفينها. لما انا باجي هنا استخدم وير كونديشن يعني شرط، بقول له اختار لي سيلكت استريك فروم يوزرز وير ان اليوزر نيم، ماشي مش مشكلة طبعا ما تفرقش معايا ان انا بكتب كابيتال او سمول، ايكوال محمد وين اليوزر نيم ايكوال محمد. حد يقدر يقول لي لو انا جيت هنا وقلت اكسكيوت، هل هنا الناتج بتاعي هيجيب ريزلت ولا مش هيجيب؟ انا هنا عندي فيلد اسمه محمد، طبعا التيبل مظبوط، لو في خد بالك اي هنا حاجه زياده هيديني ايرور. بص اداني هنا ايرور، مفيش حاجه اسمها يوزر واحد ومفيش حاجه اسمها يوزر نيم، يعني الجدول ده مش موجود. طب لو انا شلت دي ماشي، طب لو انا ضفت هنا مثلا رقم هيديني ايرور عادي، يقول لي مفيش حاجه بالاسم ده. طيب انا كده معنى كده ان السنتكس او الجمله عندي مظبوطه، يعني مفيش حاجه فيها مش مظبوطه. لو في حاجه مش مظبوطه هتظهر تحتها خط احمر. طيب لما اقول سيلكت استريك فروم يوزرز وير ان اليوزر نيم ايكوال محمد، بقول له هات لي الداتا او البيانات، كل البيانات الموجوده في جدول اللي اسمه يوزرز لما اليوزر نيم اسمه محمد. لما انا دوست هنا اكسكيوت ما ادانيش داتا. هل حد هنا عارف ما ادانيش داتا ليه؟ انا اقول لك ما ادانيش داتا ليه، لان عندي هنا الفيلد ده او اليوزر نيم اللي موجود عندي مكتوب بالعربي مش بالانجليزي. يعني مثلا لو جيت هنا دوست كلمه علي وقلت له هنا اكسكيوت جاب لي الناتج، طب ليه لما انا حطيت محمد ما ظهرش الناتج؟ لان انا هنا لازم قبل الكوت، ده اسمه كوت وده اسمه كوت مش دبل كوت، يعني ده كوت وده كوت. مش بعمل مثلا كده، مش بعمل دبل كوت واجي هنا مثلا دبل كوت، لا اداني هنا ايرور. لازم كوت كوت واحده واحده، لازم هنا احط قبلها حرف الان. دي الطريقه الوحيده اللي يجيب لي الداتا قدامي من قاعده البيانات لما يكون الكونديشن بتاعي او الفيلد بتاعي جواه داتا بالعربي. طب تيجي نعمل كده اكسكيوت، فعلا جاب لي داتا، اختار لي الداتا اللي موجوده عندي لما اسم المستخدم كان اسمه محمد. ده اللي انا كنت احب اوضحه المره دي، وان شاء الله المره الجايه هنكمل ونقول حاجه زياده، وكل مره بنتعلم اكتر. وطبعا هستنى كل واحد فيكم محتاج حاجه يضيفها يكتبها لي في الكومنت. وطبعا عايزك تشترك في القناة معايا وتفعل الجرس
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.